ضمن توجيهات القيادة السياسية لإغاثة المنكوبين جراء الحرب في السودان، أقلعت صباح اليوم من قاعدة عبد الله المبارك الجوية أولى طائرات الجسر الجوي الكويتي الإنساني، وتحمل على متنها 10 أطنان من المستلزمات الوقائية والخيام إلى مطار بورت سودان. تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، أقلعت من قاعدة عبد الله المبارك الجوية صباح اليوم الطائرة الأولى من الجسر الجوي دعما للأشقاء في السودان. رحلة اليوم تأتي ضمن الجسر الجوي الكويتي إلى أخواننا في السودان، وذلك نظر الفيضانات والسيول الموجودة هناك، بالإضافة إلى النزاع الموجود وحاجتهم إلى الكثير من المواد الإغاثية والدوائية. الجسر هذا ينطلق اليوم ويستمر خلال هذا الأسبوع والأيام القادمة بإذن الله، وهذا استكمال الجسر الجوي السابق، كانت حوالي 18 طائرة ذهبت إلى السودان وحملة طبعا بالأدوية سيارات الإسعاف من دولة الكويت ومن جمعية طلال العمر الكويتي ومن جمعيات الإغاثة في دولة الكويت. بالإضافة إلى ذلك تم إرسال سفينتين، سفيرة من جمهورية مصر العربية تم إرسالها سابقا إلى السودان، نزلت المؤونة لأن فيها أطنان كثيرة من الأدوية والمواد الإغاثية، وسفينة من جدة بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة كذلك تم شحنها من جدة وإرسالها للسودان. الجسر الجوي يأتي من خلال التعاون والتنسيق بين وزارتي الخارجية والدفاع وبإشراف وتنظيم جمعية الهلال الأحمر الكويتي، حيث كانت محملة بالمستلزمات الوقائية والخيام بحمولة 10 طن. متوجهين إلى السودان لتقديم المساعدات بحمولة مكونة من 10 طن من خيام وأجهزة لقتل الحشرات والأمور اللي تطلع لهم أثر الفيضانات وأثر الأمور هذه، خصوصاً أن حالياً أثر أن كان في نزاعات مسلحة وفي الفيضانات اللي صارت، فإحنا من باب الأخوة والفزعة من أهل الكويت حكومة وشعبا نتجه لمساعدة إخواننا في السودان. اليوم يعتبر بداية الجسر الجوي المتوجه إلى السودان، وذلك لمساعدة أشقائنا في السودان من جراء السيول والأمطار الغزيرة اللي قاعد يمر فيها. اليوم الحمولة عبارة عن 10 طن تقريبا من مواد إغاثية وخيام وبعض المواد اللي تستدعي أن نبعث لهم في هذه الظروف الصعبة. هذه المساعدات والإهداءات تأتي ضمن حملة الكويت بجانبكم لدعم الأشقاء في السودان، وتجسيدا لتضامن الشعب الكويتي مع المنكوبين وحرصا على الإسهام في تخفيف معاناتهم. نواف الشراكي، قناة الأخبار.